بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. لا يخفى على أحد في بقاع الأرض ما يحدث للشعب الفلسطيني من قتل وتدمير وتهجير من جانب الكيان الصهيوني، وما نجده من تخاذل العالم نحوهم، وبخاصة العالم العربي والإسلامي. وهذا ليس بجديد علينا نحو القضية الفلسطينية منذ نشأة ما يسمى بالكيان الصهيوني عام 1947. وأتقدم بخالص الشكر والتقدير من هذه القناة لمن يساند القضية الفلسطينية من حكومات ودول، ولا نملك لهم إلا الدعاء. فاللهم انصرهم نصرا مؤزرا على عدوهم، وثبت أقدامهم وكل المسلمين في جميع بقاع الأرض. وبمناسبة الحديث عن اليهود، فسؤال حلقة اليوم: في أي مكان نادى الله سيدنا موسى وكلمه؟ هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.